وإنكم معشر البرلمانيين بصفة خاصة في الأغلبية والمعارضة تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة في المساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا. بعد انتهاء الملك من خطابه تحت قبة البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، تهافت البرلمانيون ممثلو الأمة على الطاولة لتناول ما لذ وطاب من المأكولات والحلويات والتي يتم توفيرها عن طريق شركات لهذا الغرض ومن ميزانية البرلمان بكل تأكيد. ولكن ليس هذا ما أثار سخرية وغضب رواد التواصل الاجتماعي، بل إقدام السادة البرلمانيون بكل ما أوتوا من جبهة وسنطيحة على مغادرة البرلمان وهم يتحملون بأكياس مملوءة بالحلوى والشوكولاتة، حيث اتجهوا إلى سيارتهم الفاخرة غير آبهين بعدسات المصورين. وعبر المغاربة عن سخريتهم في حين وسخطهم في حين آخر، حيث راجت بكثرة صور توثق خروج البرلمانيين وعليها عبارات مثل البرلمان أصبح فتيسخي، كما تساءل آخرون وقالوا يسرقون الحلوى فكيف لا ينهبون الميزانيات وأموال الشعب. السلام عليكم أستاذ، ما حدث؟ إنه لحال مقرف ومؤسف، لا حول ولا قوة إلا بالله. صافي أنا نقول لها علاش، غير سير عنده قول له سرقني باش يشكو. صافي. على حداك على الدجة الأخيرة حول الاسم ديالي. ما عنديش تعليق. ما سولت على شي حاجه اخرى غير الخطاب. طاحطوش بحال اللي طاح الكافل. هادي هادي عمومية ما عندكش حق تصدق. ما تهضرش معاك وتسد الحشاوي ما تصوليش. لا ما تهضرش معاك. حنا ما تهضرش معاك. السيد النائب ديما تتصلوا بيه، ديما تتصلوا عنده تصريحات. الله يرضي عليك ما تصوتش. كاين ولا؟ ايوا راه. ايوا طاح. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. ارسله للي عندك. هل نستطيع أن نصل بهذا المقطع 100 200 1000 10000؟ كل هؤلاء سوف يكونون إن شاء الله في ميزان حسناتك، لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل ثوابه لك ولوالديك. جزى الله من نشر هذا المقطع.